ايه هشام يا ابني، في ايه؟ ايه اللي حصل بس يا حبيبي؟ في ثانية واحدة وبكبسة زر تنسى العشرة والعيش والملح اللي بينا؟ هن عليك. الله 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 يا ست رضا، انت كمان بتطبطبي عليه؟ يبقى هو اللي غلطان وكمان هنواضيه. في يا ولد، انت فاكر ان انت مناسب عيلة من الشاوع ولا ايه؟ لا يا عم سمير، العفو مش طبعا، ما انا ما قلتش كده. بعدين هدي اعصابك، انت لسه عامل عملية النصور والجرح ملمش، وانا شايف الموضوع ما يستاهلش الانفعال ده كله. ما يستاهلش؟ ما يستاهلش ازاي؟ ده انت من ساعة ما عملت ليفت جروب واحنا ولا على حامي ولا على بنت، وعمالين نضرب اخماس في اسداس. طلق يا بنت. ايه يا عم سمير، اطلق ايه بس؟ تطلق. اسيب مراتي عشان سبت جروب؟ ويسيب الجروب ليه؟ وتسيبه ليه يا حبيبي؟ بص، انت رايح لك يومين ثلاثة كده، وانا هرجع اعمل لك اد على الجروب بايديا. انا عارفة ان دي كانت ساعة شيطان. على فكرة احنا كلنا بنلف في جروبات كتير، بنروح الجروب ده شوية وجروب ده شوية، بس في الاخر بنلف نلف ونرجع لجروب المدام. بقول لك ايه، لو شايف لك شوفة تانية قول لي. يا اخوانا شوفة تانية ايه وساعة شيطان ايه واطلق ايه؟ في ايه؟ انتوا زي ما يكون قفشني من شقة مشبوهة نازل ملفوف بملاية. معقولة؟ في ايه؟ طب ما تقول لنا كده انت في ايه؟ ايوه في ايه؟ في اني كرهت الجروب. زهقت مننا يا هشام؟ ده احنا كل يوم عندنا جديد. ايه؟ جديد؟ ليه اسمع لك؟ خلاص يا هشام. مش خلاص يا نهى. خلاص يا هشام. ثانية واحدة. سيبيه يا نهى. قول يا هشام قول. هقول. قول. ايوه هقول. هقول كل حاجة بالتواريخ وبالايام وبالساعة والدقيقة. الجروب بتاعكم ده يوم الجمعة. كل جمعة الصبح وانا نازل رايح الصلاة صور جوامع وسجاجيد وسبح وعيل صغير لابس طاقية بيضة، ونفس التواشيح والابتهالات كل جمعة. الجمعة بالليل بقى صورة القاهرة الساهرة والنيل وهو عليه الأضواء ولينك أغنية فيها حاجة حلوة. هي إيه اللي حلوة؟ خلاص يا هشام معلش خلاص. يوم السبت بقى صورة بيبي كلبوز عامل زي إعلان الكاوتش ومكتوب عليه من فوق يوم السبت صاحب راحتي وصباحكم عسل. عسل. حد يكره الأطفال يا هشام؟ دول أحباب الله. سيبيه يا وضع، ده خلاص بقى لا بيحب الجوامع ولا بيحب الأطفال، قلبه بقى حجر. طب يوم الحد رحنا الشغل، انزل بقى بصور فناجين القهوة. فناجين قهوة كتير، اللي سادة واللي بلبن واللي بوش واللي عليها روج واللي جنبها وردة واللي في ايد جورج كلوني. جورج كلوني ليه؟ هو جورج كلوني وحش؟ حلو، جورج كلوني حلو، بس نتفرج على أفلامه، يجي يقعد معانا، لكن مش ننزله كل حد ما علاقته بالقهوة. غلاوي قوي انت، حرقك قوي جورج كلوني. يوم الاثنين ده يوم رخم وزحمة، معروف ببقى في الشغل مخنوق. ننزل بقى كل اثنين ببوستات الطاقة السلبية. طربت الوضع ما لقيتش صاحب جدع، وقفنيت زهرة حياتي في صداقات زائفة. طب انا اسيب الجروب ولا موت نفسي بالدباسة في الشغل دلوقتي؟ لا للشر عليك يا حبيبي من الدباسة. يوم التلات البوستات بقى اللذيذة. يلا بينا نهزر بقى الضحك بتاع كل تلات اللي هو زق معايا اليوم، والتلات ده اطول تلات ايام في الاسبوع يا عسل. التلات دي يوم الستات في البسين صحيح يا نوها؟ نبقى نروح. لازم نروح. الاربع طبعا نكت سخيفة، هي نسبة الضحك فيها قد نسبة اللحمة اللي في اللانشون. يوم الخميس ترتيبات الويك اند اللي عمرها ما بتتم، ده غير بقى سائر الاسبوع بوستات كلها تحذير من السرقة ومن الاغتصاب وصور عيال مخطوفين ومية فيها طفيليات وعصير فيه صراصير وما تشربش البيبسي اللي فيه اسبرين، والسؤال بتاع مين يا جماعة جاي من دبي، واصلا الجروب اسمه عائلة مجنونة جدا. طب انا استحمل ازاي؟ انا اعمل ايه بقى؟ انا مش قادر استحمل يا اخي. ما تعمله ميوت يا اخي. عملت ميوت، لكن التليفون هنج من كتر الصور اللي بتيجي من الجروب بتاعكم كل اسبوع. هي انت فاكر انا ما حاولتش؟ انا حاولت وفشلت وتعبت. الجروب وحش والله، كان قلبي حاس، وقلت لكم هشام لا بيبعت ولا بيرد، وحسيت انه اتغير. الجروب وحش، ونبهتكم في الجروب التاني وقلت لكم خف رجلكم عنه شويه، الواد هيروح مننا. جروب تاني ايه يا وضع؟ لا 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 لا، مفيش يا عمو مفيش. الجروب التاني يا سمير اللي اسمه الفرع النظيف، ما بشوفكش فيه هناك ليه؟ ما تبقى تيجي. لا يا ستي، ولا عمرك هتشوفيني هناك، لان ما حدش من البهوات دول عمل لي قد جروب. عم سمير معلش، خد بالك الناصور الجرح ملمش واحنا مش عايزين. اصل انا مش قد المقام،
مش من الفوع النظيف. انا ما يشوفنيش اصلا ابقى في الجروبات بتاعتكم دي. عمو سمير لفت جروب.